مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. غادي نخليكم مع حالة إنسانية لأم اللي أو الزوجة اللي زوجي لها تطرد من العمل وخلى ليها خمسة ديال الوليدات من ذاك الوقت، ما بقى رجع للدار ولا بان عند وليداته. بغات توجه رسالة لمحسنين باش يعاونوها على خمسة ديال الأطفال وهي مصابة بمرض السكر، ما يسمحش لها انها تخدم ولا تضرب تماره ولا تهز الثقل ولا شيء من هذا القبيل. نخليكم معها تعاود لنا كيفاش راجلها اختفى او لا مشى، علاش طردوه، يعني المشاكل في الحقيقه كيقول لك شي مرات فاش المشاكل كيتجمعوا والهم كيتجمع راه كيولي اكثر من الجبل. لالا عاودنا شنو المشكل ديالك؟ كون في المشكل تي كنا عايشين بخير ما خصنا حتى شي حاجه، كنا هانيين كنا واقفين صافي ما خصنا حتى حاجه. مشى خدم في شركه ما عرفش شنو وقع معاهم، خرجوه من تما ما عاودش رجع، ما عرفتش انا المشكل كي داير. دابا انا كنطلب راجلي يرجع لولادو. واخا نعاود الهضره من الاول، لقاش كانوا دايزين الناس هضر بصوت مرتفع. اختي نكذبش عليك، كنا عايشين هانيين ما خصنا حتى حاجه، واكلين شاربين. راجلي خدم في شركه ما عاودش خرجوا من الخدمه، ما عاودش شفتو، خلى لي خمسه د الاولاد ما عنديش انا، ما خداماش الولد، ما خدامش البنت، ما خداماش. كنطلب الله والمحسنين يشوفوا من حالتي، راه ما عنديش، ما عندي لا دار لا حتى حاجه. عندك خمسه د الوليدات وباقيين صغار؟ باقيين صغار. الصغير دابا عنده 7 سنين. هادشي اللي كان اختي هما. انت فاش كديري انا كتصرفي عليهم؟ هو كيعاونوني غير الوجوه، عاونوني اختي غير الوجوه بسبب الله في هذا رمضان وهاد العواشه هادي اللي دازت، هزوني شي وجوه الله يخليك عليهم والله يكثر خيرهم، يلقاوها لهي ان شاء الله. دابا العيد جاي، دابا من الدار خرجني، كيف تخرجي من الدار ما عندي باش نكري لا باش ندير حتى حاجه. واخا عطيني رقم الهاتف ديالك ونكملوا الهضره. رقم الهاتف ديالك هو صفر، دوري هو 06 57 21 50 39. غادي نديروه في الكومونتير او في التعليق، غادي تلقاو الرقم الهاتف ديالها اللي بغى يتواصل معها، اللي بغى يتصل بها، اللي بغى يقدم لها يد المساعده. رقم الهاتف ديالها هو 06 57 21 50 39. طبعا انا درت الرقم ديالها في الكومونتير في التعليق، اللي بغى يعاونها، اللي بغى يتصل بها، اللي بغى يتواصل معها. عندها خمسه ديال الوليدات وكلهم باقيين صغار، يعني ما كاينش اللي غادي يخدم عليها، ما عندكش حد كبير كيخدم عليها. لا ما عنديش. ما عندكش. كيفاش شنو اللي سالتك المحسنين؟ ولا باش ما قسم الله، باش ما قسم الله اختي ما نكذبش عليك، ما عنديش. دابا مرضى زيرني بنخرج، ما عندي باش نكري لا والو، الدراري الصغار راكي عارفه اللي كاين، العيد جاي، بغيت دابا غير بان غير رجلي، هادشي اللي بغيت. رجلك شنو كي فاش تقطع الخبر ديالو، كيفاش شنو الرساله اللي وصلتك اولا شنو الناس كيقولوا لك؟ الو كي داير لاباس، كي داروا الدراري صافي تيقطع، هادشي اللي كاين اختي. وعارفه هو النيت هو راجلك؟ عارفه الصوت ديالو. عارفه الصوت ديالو، هادشي اللي كاين اختي، كنطلبو من الله يبان ويرجع لولادو. ما سولتيش علاش ما كتجيش عند ولادك؟ علاش ما كتجيش لدارك؟ ما عندي باش نجي، باش نجي عند هاد الولاد، ما عندي باش نجي، ما عرفتش وما فهمت حتى حاجه، ما نكذبش عليك خليها على الله. الا كان راجلك كيشوف فيك دابا شنو تقولي له على وجه وليداتك؟ يرجع لولادو، راه خلى خمسه ديال النفوس، يرجع لولادو، هادشي اللي بغينا. خلاهم ليك انت تحملي المسؤوليه. انا تحملت المسؤوليه، ما نكذبش عليك، تعذبت، تمحنت، الوجوه اللي عاونوني. على كل حال مشاهدي قناة شوف تيفي، كيف مشيو معنا؟ هذه رسالة أم اللي عندها خمسة ديال الوليدات، ما غيحس بها إلا مول الوليدات، هو اللي غيعرف القيمة ديال تمارة وديال المصاريف اللي كتحتاج المسؤولية. كتقول الزوج ديالها من نهار تم الطرد ديالو من شركة معروفة، من ذاك الوقت غبر لي الآثار، ما ولاش رجع عند وليداته. هي كذلك كتوجه لي رسالة كتقول رجع عند وليداتك، وكتطالب اشنو سميتها، وكطالب من المحسنين انهم يتعاونوا معها ويعاونوا يعاونوها على وليداتها، خصوصا حنا مقبلين على عيد الاضحى المبارك اللي كنبغيو اننا نفرحوا الوليدات فيه. رسالتك الاخيره. ايوا الله يسهل على كل واحد، اللي عطى شي حاجه بسبيل الله، اللي عطى شي حاجه يلقاها عند الله.